شهيدي وامنحيه حللا من ضوء عيدي رددي اياتها الدنيا نشيدي رددي اياتها الدنيا نشيدي وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا نفسي انت عهد عالق في كل ذمه رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس اخلدي خفيقه في كل قمه امتي امتي امنحيني الباس يا مصدر باسي واغفريني لك يا اكرام امه عشت ايماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يا منية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وبحضور مشرف كل من رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن محمد بن محمد الردفاني ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي منصور قائد لواء الدفاع الساحلي عميد ركن زكي الحاج ومدير معهد التلايا للتأهيل القادة عميد ركن علي رتمان وقائد لواء 120 دفاع جوي العميد عبد الله الناخبي أركان لواء الدفاع الساحلي العميد الركن عبد الوهاب نعمان قائم بأعمال مدير دائرة التدريب ومشرف الدورة العقيد أحمد بشر رئيس عمليات لواء النقل العقيد نزيه العزيبي مدير شعبة الدعم والإسناد اللوجستي للواء 39 العقيد عبد الله سعيد ضيوف جميعا كلا باسمه وشخصيته ها نحن اليوم نلتقي في حفل تخرج الدفعة الأولى قادة فصائل مشاة تأسيسية المنعقدة في قيادة لواء الدفاع الساحلي الحضور جميعا ها هم قادة وضباط الجيش الوطني يجددون الولاء والوفاء لله ثم للقائد المشير الركن عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية يا من تحملون أرواحكم على أكفكم دفاعاً عن الوطن يا من أفشلتم المشروع الإنقلابي الكهنوتي إننا في مرحلة وطن يتسع للجميع مع الكلمة الترحيبية لقيادة لواء الدفاع الساحلي يلقيها بالنيابة عنهم رئيس ألكان لواء الدفاع الساحلي عميد العقيد الركن عبد الوهاب نعمان فليتفضل. نرحب بكم أجمل ترحيب لحضوركم لاحتفالنا هذا بمناسبة تخرج الدورة الأولى قادة فصائل مشاة تأسيسية وعددهم 153 ضابطا وهم الذين تم ترقيتهم بقرارات جمهورية من أبطال المقاومة والجيش الوطني وينتسبون للوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الجنوبية الرابعة في المنطقة العسكرية الرابعة بما فيهم لواء الدفاع الساحلي الأخ رئيس هيئة التدريب والتأهيل الضيوف الكرام الحاضرون جميعاً الخريجون يحتل احتفالنا هذا أهمية خاصة لتزامنه مع احتفال عمال العالم بالذكرى السنوية لعيدهم وعودة الحكومة الشرعية لمزاولة عملها على أرض الوطن بل من على أرض الوطن الحبيب وافتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع النموذجية التنموية في المناطق المحررة من ميليشيات الانقلاب الإيرانية وافتتاح العديد من الدورات في المنشآت التعليمية العسكرية وقرب نهاية المرحلة الأولى من العام التدريبي الحالي 2018 لقد كان للدفاع الساحلي دوراً إيجابياً في التصدي لميليشيات الانقلاب الحوثي المدعومة إيرانياً منذ بداية العام 2015 وحتى اللحظة الراهنة كجزء لا يتجزأ من الجيش الوطني والمقاومة الوطنية
قدم خلالها لواءنا عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين والأسرى، في مقدمتهم الشهيد النقيب فهد محمد أحمد مساعد القيادة لشؤون التوجيه المعنوي، والملازم أول صلاح أحمد صالح، والملازم أول حكم خميس مبارك، والجندي محمد حسن سالم، وغيرهم من الشهداء الأبطال والجرحى الميامين. تزامناً مع المعركة العسكرية ضد الانقلاب الحوثي الإيراني التي لا تزال مستمرة حتى الآن، كنا نخوض معركة أخرى لا تقل أهمية عنها، في وهي معركة التدريب والتأهيل لأفراد وصف ضباط وضباط الدفاع الساحلي والوحدات الأخرى في إطار المنطقة العسكرية الرابعة، وسط تنفيذ خطط الإجراءات الأساسية للتدريب العملياتي والقتالي والإعداد المعنوي والبدني. ولعل من أبرز هذه الدورات الآتي: دورة الاستجداد الأولى، دورة تأهيل العاملين في الإدارة المالية، دورة تأهيل العاملين بل دورة إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثة، دورة تأهيل العاملين في الإسناد والدعم اللوجستي، دورة تأهيل للعاملين في التوجيه المعنوي، الدورة الثانية والثالثة استجداد، دورة قادة فصائل المشاة التأسيسية التي نحتفل اليوم بتخرجها، أمسيات ثقافية أسبوعية كل أربعاء، دوري رياضي متكامل سينتهي الربع القادم إن شاء الله. ختاماً، نجدد عهدنا لله ثم للوطن والقيادة الشرعية وحكومتها الرشيدة بقيادة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونشكره على جهوده الوطنية المخلصة الرامية إلى الحفاظ على اليمن الاتحادي بكامل ترابه الوطني، وبأن نكون درعاً واقياً للوطن وحماة للشعب، الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى والمعتقلين والمختطفين قصراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى الآن مع كلمة الخريجين في هذه الدورة يلقيها عنهم الملازم عبيد، فليتفضل على بركة الله. وبعد أقول: يوم من الدهر، يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى ولكن صنعناه بأيدينا. ها نحن نقف اليوم معكم لنقطف ثمرة الدورة الأولى، دورة قادة الفصائل التأسيسية مشاة. هذه الدورة التي انعقدت من تاريخ 15 أكتوبر في العام الماضي وحتى تاريخ 15 أبريل في هذا العام. هذه الدورة أيها الحضور ضمت جملة من الأفراد مثلوا قادة المقاومة الميدانيين الذين خاضوا حرب الشرف والعزة والبطولة لتحرير هذه المدينة الباسلة، فاستحق هؤلاء الأفراد ثقة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، فاستحقوا ثقة الأخ الرئيس وقائد القوات المسلحة، فصدرت جملة من القرارات الجمهورية بمنحهم الرتب العالية وأيضاً حصولهم على التأهيل العلمي الحقيقي الذي يؤسس لبناء جيش وطني تعمد إليه مهمة حماية هذا الوطن والذود عن حياضه. الإخوة الحاضرون، مثلت هذه الدورة نقلة حقيقية نوعية في حياتنا ومسيرتنا العلمية، حزنا فيها وللنا جملة من العلوم العسكرية والنظرية التي تمثل نقلة نوعية في تأسيس جيش وطني حقيقي قائم ومتسلح بالعلم يمكن أن تعهد إليه بعد ذلك مهمة الذود عن حياد هذا الوطن. أيها الحاضرون، ونحن نقف في هذا اليوم البهيج، إن كان من كلمة لابد أن تقال فإنها كلمة ذكري وشكر أولئكم الأشخاص الذين أرخصوا أنفسهم في سبيل هذا الوطن وضحوا بدمائهم الزكية لتسقي تربة هذا الوطن فنالوا أعظم الرتب، وليس هناك رتبة أعظم من الاستشهاد في سبيل الله ثم الوطن. أولئكم الشخص الذين حازوا أعلى الرتب، فكان حقا لنا وحقا علينا
أن يكونوا مفخرةً لنا. الرائد الشهيد فهد علي عبده، والملازم حكم خميس، والملازم أول صلاح قحطان، كل أولئكم الصحب ذهبت أنفسهم رخيصةً في سبيل علو شأن هذا الوطن. باسمكم جميعاً نرحب بالعميد الركن عبد الله الصبيحي قائد لواء 39 درة. ولأنت يا وطني العظيم منارةً في راحتيك حضارة الأجيال، لا ينتمي لك من يخون ولاءهم، لا ينتمي لك من يخون ولاءهم، إن الولاء شهادة الأبطال. نبقى الآن مع فقرة التكريم، وليتفضل العقيد الركن محسن الحاج. مشاة أساسية المنعقدة في لواء الدفاع الساحلي للفترة من 15 أكتوبر 2017 إلى 15 أبريل 2018. النتيجة العامة: عدد المرشحين للدورة 204 متدرب، عدد المفصولين من الدورة 35 متدرب، عدد الذين دخلوا الامتحان 153 متدرب، عدد المتغيبين من الامتحان 16 متدرب. نسبة النجاح في الدورة 96.3%، والتقدير العام للدورة جيد. قيادة اللواء الدفاع الساحلي تمنح درع الشجاعة لشهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن، وهم الشهيد الرائد فهد علي عبدوه أحمد. الشهيد هذا، هذا أخو الشهيد. أيوة والله. الشهيد الملازم أول صلاح أحمد قحطان. الشهيد الملازم أول حكم خميس مبارك محمد. طيب. حكم خميس. الآن أوائل الطلبة الخريجين. أوائل الطلبة الخريجين: الترتيب الأول ملازم ثاني معاذ عبدوه حمود مثنى حدي. الترتيب الثاني مساعد أول أمين علي ناصر الكاظمي. الترتيب الثالث نقيب عبد الرحمن زكي عبد الله حسن. الترتيب الرابع جندي خالد عبد الله صالح العولمي. الترتيب الخامس نقيب على فضل محمد سالم. الأول في السلوك والمواظبة نقيب خالد عبده عبد الله علي. خالد عبده عبد الله علي. شهادة معلم. كما تمنح هيئة التدريب والتأهيل وقيادة لواء الدفاع الساحلي شهادة شكر وتقدير لكل من الشهيد الرائد فهد علي عبد أحمد، الشهيد الملازم صلاح أحمد قحطان. هذا لا الشهيد فهد
أخوه. العقيد ركن عبد الوهاب أحمد نعمان. العقيد محمد نجم. نشكر القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، ونشكر الوطن تحييه الدماء وترفعه سواعد الأوفياء. عندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود، وعندما يتألم الوطن يهرع كل أبنائه لمواساة آلامه. فنحن ننتمي لأوطاننا كما ننتمي لأمهاتنا، فالوطن حياة وخيانته موت، والدولة حامية والميليشيات مدمرة. وأنتم يا أبناء الجيش الوطني رأس الحربة في استعادة الدولة والقضاء على كل المشاريع الظلامية. نبقى وإياكم مع كلمة الضيوف يلقيها رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن محمد بن محمد الردفاني. يسعدنا ويشرفنا أنا والأخوة الزملاء من مدراء وقادة وحدات أن نكون اليوم في هذا اللواء، لواء الدفاع الساحلي، اللواء المتميز منذ تأسيسه في تنفيذ مهامه التدريبية والقتالية والعملياتية. أن نكون معكم في حفل تخرج أول دورة قادة فصائل، دورة تأسيسية قادة فصائل لشباب المقاومة الذي تم ترقيتهم ميدانيا من قبل فخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي. وفي البداية ننقل لكم تحيات وتهاني فخامة الأخ الرئيس بمناسبة عيد العمال العالمي وتخرج الدورة الأولى فصائل قادة فصائل دورة تأسيسية. متمنين لكم التوفيق في مهامكم والصحة والسعادة لكم. يأتي تخرج هذه الدورة التي كنا نعاني منذ البداية كيف نعقد هذه الدورات للشباب الذي تم ترقيتهم، ولكن بفضل جهود وإصرار الأخ قائد اللواء زكي الحاج مهد الطريق لعقد هذه الدورة في لواء الدفاع الساحلي، والتي كان من المفترض أن تعقد في اللواء التدريبي، وتحول لواء الدفاع الساحلي إلى مدرسة كما كان سابقا
دفاع لواء دفاع ساحلي وأيضا مدرسة تدريبية. فكان الأخ القائد زكي الحاج خير سلف لخير خلف، خلفا للأخ القائد أبو بكر حسين والأخ القائد المرحوم سالم البان الذي قال ساحلي مدرسة يقتدى بها ليس للقتال فقط ولكن للتدريب، فكان دائما يأخذ المرتبة الأولى في صفوف وحدات القوات المسلحة. وها هو اليوم لواء الدفاع ساحلي يسير بنفس الخطى في تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف والصعاب التي تواجه اللواء. في الختام نتمنى لكم التوفيق ومزيدا من النجاحات، ونشكر كل منتسبي اللواء على تسهيل عقد الدورة واستقبال زملائهم. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي وأعيدي وأعيدي، فاذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا نفسي، انت عهد عالق في كل ذمه، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، اخرجي خفيقه في كل قمه، امتي امتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي، واغفريني لك يا أكرام أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا عربية.